مساء الخير على كل مشاهدينا في مصر والوطن العربي. حلقة جديدة من عربود اللي بيكون فيها أهم وآخر أخبار فنية من مصر وكمان من العالم كله. ده أنا زيك يا هي الأخبار كله تمام. ما تنسوش طبعا تتواصلوا معنا على كل مواقع عربود على السوشيال ميديا فيسبوك وإنستجرام وتويتر. ودلوقتي نبتدي حلقتنا بالهايلايت. عودة عادل إمام للسينما بعد غياب 6 سنوات. الشهرة سلاح ذو حدين بيواجه نجمات هوليوود. أغنية يا جدع لنوال الزغبي تتخطى 4 مليون مشاهدة على اليوتيوب. ولقاء مميز لكاميرا عربود مع الفنانة باسكال مشعلاني. قدمنا خلال الأسبوع اللي فاتت أخبار وأحداث فنية عربية وكمان عالمية. وكان من أخبارنا عودة الزعيم عادل إمام للسينما من جديد بعد ابتعاد استمر لمدة 6 سنين. آخر أفلام الزعيم عادل إمام في السينما كان فيلم زهايمر اللي قدمه سنة 2010، وكان بيشاركوا في بطولة الفيلم فتحي عبد الوهاب وأحمد رزق ونيلي كريم ورانيا يوسف. وبعد النجاح الكبير لفيلم زهايمر قرر عادل إمام إنه يتجه للدراما التلفزيونية وقدم أكتر من مسلسل في الموسم الرمضاني، كان أولها مسلسل فرقة ناجي عطلة وآخرهم السنة دي مسلسل مأمون وشركاء اللي حقق طبعا نسبة مشاهدة عالية جدا خلال شهر رمضان. الفيلم الجديد اللي هيقدمه الزعيم عادل إمام هيكون من إنتاج تامر مرسي واللي قدم معاه أكتر من عمل درامي كلهم حققوا نسبة نجاح كبيرة جدا. وكمان الفيلم هيكون من تأليف يوسف معاطي اللي دايما بيقدم مع الزعيم أعمال ناجحة سواء في السينما أو في التلفزيون. يوسف معاطي بدأ بالفعل في كتابة سيناريو الفيلم بس لسه ما تمش الاستقرار على باقي الأبطال، وهيبدأ الزعيم عادل إمام في كل التجهيزات الخاصة بالفيلم بعد عيد الفطر علشان يكون اطمن على مسلسل مأمون وشركاء. وبرغم النجاح الكبير اللي حققه المسلسل لكن في انتقادات كتير اتوجهت للمسلسل وكمان للزعيم عادل إمام بالتحديد، واتقال انه ربط بين شخصية الملتحي والإرهابي خلال المسلسل وانه دايما بيتعمد انه يظهر الملتحين بصورة سلبية في كل أعماله. ومن الاتهامات كمان اللي اتوجهت للمسلسل انه بيشجع على التطبيع، وكان رد الفنان عادل إمام على اتهامه بالتطبيع ان المسلسل بيوضح وجهات نظر كل الأديان، والمسلسل كمان بيعبر عن السماحة بين كل الأديان. كمان اتكلمنا الأيام اللي فاتت عن الشهرة وإزاي ممكن تكون سلاح ذو حدين، وده من خلال عرضنا لقصص حياة بعض النجوم، والبداية كانت مع إيما واتسون. إيما واتسون حصلت على دور صديقة هاري بوتر، وهو الدور اللي مثلته في 8 أجزاء هاري بوتر، وكان سنها صغير لما جالها الدور، وطبعا حققت شهرة كبيرة جدا بسبب الدور ده. وفعلا بدأت النجمة في الدراسة وبتمثل في أجزاء السلسلة، وقدرت تحصل على شهادة البكالوريوس في جامعة براون في الأدب الإنجليزي سنة 2014. أما النجمة كريستين ستيوارت فجت لها الفرصة وهي عندها 18 سنة علشان تلعب بطولة سلسلة أجزاء توايلايت اللي حققت من وراها شهرة كبيرة جدا خلتها من نجمات هوليوود. وبعد النجاح الكبير لكريستين ستيوارت حققت كمان نجاح كبير عالميا وأصبحت ضيفة في كتير من المهرجانات العالمية وخصوصا مهرجان كان. واتكلمنا كمان عن النجاح الكبير جدا للنجمة جينيفر لورنس واللي قدرت انها تحقق نجاح وشهرة كبيرة جدا وتكون كمان ضيفة في اهم واكبر المهرجانات العالمية. بدأت شهرة جينيفر لما لعبت دور ميستيك في سلسلة افلام اكس مين ودور كاتنس ايفردين في سلسلة افلام ذا هانجر جيمز، وطبعا الدورين ادوها شهرة كبيرة غيرت حياتها. لكن شهرة جينيفر لورنس ما وقفتش لحد هنا، لان رغم ان سنها صغير وشهرتها اللي جت بسرعه الا انها في مشوارها الفني القصير لحد دلوقتي ترشحت ل4 جوائز اوسكار، وفعلا فازت بجائزه اوسكار عن فيلمها سيلفر لاينينجز بلاي بوك. كمان اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الفنان بيومي فؤاد واللي بيعتبر واحد من الفنانين اللي شاركوا باعمال دراميه خلال شهر رمضان اللي فات، وكان مشارك في 9 اعمال فنيه ده غير الاعلانات وكمان البرامج الرمضانيه. وقدم بيومي فؤاد ادوار متنوعه منها الكوميدي زي أدواره في مسلسل نيلي وشرهان ومسلسل بنات سوبرمان، وكمان قدم أدوار جد زي دوره في مسلسل الميزان. أنا مش هفهمك. أولا مصر أم الدنيا يعني ولادة. ثانيا فيها أشرار فوق العادة. العالم ده كله بتاعي. وحذرك. ثالثا وده الأهم بناتها يمتازوا بخفة الدم. بناتي يا حبيبتي عندهم قوة خارقة. مشاركة بيومي فؤاد في نص أعمال رمضان خلق نوع من السخرية والانتقادات، وفي بعض الناس قالوا إن رمضان السنة دي عبارة عن بيومي فؤاد وشوية إعلانات. وبعد انتشار الفنان بيومي فؤاد في مسلسلات رمضان اتفاجئ كمان الجمهور بوجوده في أغلب أفلام موسم عيد الفطر. وبيشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم أبو شنب بطولة ياسمين عبد العزيز، وبيقدم بيومي من خلال الفيلم دور ضابط شرطة، والفيلم من إخراج سامح عبد العزيز. كمان بنشوف الفنان بيومي فؤاد في فيلم جحيم في الهند واللي بيقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام ومن إخراج معتز التوني، وبيقدم من خلال الفيلم دور شخص بيشتغل في فرقة موسيقية. ومن أفلام عيد الفطر كمان اللي بيشارك فيها بيومي فؤاد فيلم عسل أبيض بطولة سامح حسين ومرهان حسين، والفيلم من إخراج حسام الجهري.
وبنشوف كمان الفنان بيومي فؤاد بدور مختلف امام الفنان احمد السقا من خلال فيلم من 30 سنه للمخرج عمرو عرف. يا ترى ايه الرساله اللي وجهتها نوال الزغبي لجمهورها في عيد ميلادها؟ هتعرفه بعد شويه. نوال الزغبي من الفنانات اللي بتهتم جدا باراء الجمهور في كل اعمالها الفنيه، وعلشان كده نوال بتهتم جدا بوجودها على السوشيال ميديا وبتتفاعل مع الفانز بشكل كبير، ودايما طبعا بتاخد رايهم في كل اعمالها. على انستغرام نوال الزغبي نشيطه جدا وبتنشر صور كتير ليها سواء من كواليس الاغاني او من حفلاتها وكمان صور من حياتها الخاصه. ونشرت نوال صوره الايام اللي فاتت قبل حفلتها في احتفالات اعياد بيروت، وكتبت تعليق على الصوره بتسال فيه جمهورها شو بتتوقع رح اغني باعياد بيروت من البوم مش مسامحه، ورد الفانز في الكومنتات وقالوا الاغاني اللي حابين نسمعها هي اغنيه يا جدع ومش مسامحه وعيوني لما يشوفوك. واضح ان نوال الزغبي بتحب تتفرج على ماتشات كره القدم، وعشان كده نشرت صوره ليها على اليمين علم ايطاليا وعلى الشمال علم المانيا، وعلقت على الصوره وقالت اليوم على الساعه 10 ماتش مهم بين ايطاليا والمانيا وانتوا مين بتشجعوا. ومن فتره نشرت نوال الزغبي صوره بتجمعها بالفنانه راحله ورده الجزائريه، وكتبت طبعا تعليق على الصوره وقالت فيه من اجمل الصور اللي بتجمعني بمثلي الاعلى بالفن، كتير اشتقت لك يا اعظم فنانه ورده الجزائريه الله يرحمك. والصورة دي طبعا أخذت أكثر من 14,000 لايك. وفي عيد ميلادها حبت نوال الزغبي إنها تشارك كل جمهورها في احتفالها بيه، عشان كده نشرت صورة لتورتة عيد ميلادها كانت باللون الأبيض ومكتوب عليها هابي بيرثدي نوال، وعلقت على الصورة وقالت I love it thanks. وكمان نشرت نوال صورة البغبغان محطوط جوه قفص جالها هدايا في عيد ميلادها، وكتبت تعليق على الصورة قالت فيه مرحبا من كيبو الببغاء، شكرا جو بعيد على الهدية المميزة. والصورة دي أخذت أكثر من 7,000 لايك. وحبت نوال انها تستعيد الذكريات مع جمهورها، عشان كده نشرت صوره من حفله قديمه ليها وكتبت تعليق على الصوره قالت من اجمل الصور القديمه اللي بحبها، مين يعرف باي بلد كانت هالحفله. ولان نوال الزغبي بتحب تشارك جمهورها كل لحظات يومها، نشرت من فتره صوره ليها من غير ميك اب وهي لسه صاحيه من النوم، وعلقت على الصوره وقالت جاست ووك اب جود مورنينج، والصوره دي اخذت اكتر من 15,000 لايك. اما الصفحه الرسميه لنوال الزغبي على فيسبوك موجود عليها اكتر من 6 مليون من فانز وجمهور نوال من كل انحاء الوطن العربي، ودايما بيتفاعلوا مع كل البوستس اللي بتنشرها الصفحه بشكل مستمر. وفي اوقات كتير بتدخل نوال الزغبي على صفحتها الرسميه على الفيسبوك وبتنشر بوستات ليها، وهي كمان بتاخد راي الجمهور في الاغاني اللي بتقدمها وايه الاغاني اللي حبوها اكتر. ونشرت نوال صوره ليها على فيسبوك مع بوكيه ورد كبير وعلقت عليه وقالت الرجوله ادب قبل ان تكون لقب والانوثه حياء قبل ان تكون ازياء، والصوره دي عجبت كل الفانز وخدت اكتر من 42,000 لايك. ومن ايام نشرت الصفحه فيديو نوال الزغبي على اغنيه الناس بيسالوني، هي اغنيه من البومها الجديد مش مسامحه، وكتبت جزء من الاغنيه كتعليق على الفيديو، والفيديو ده اخذ اكتر من 11,000 لايك. الناس بيسالوني مش عاجبه حدني، قلت لهم ورجوني وانا افرجكم عليه. ومن الصور اللي اتفاعل معاها الفانز بشكل كبير صوره نشرتها نوال على صفحتها على فيسبوك وهي قاعده في البيت ولابسه نظاره، وكمان كانت لابسه لبس البيت وعلقت على الصوره وقالت سعادتي وراحتي في منزلي، والصورة طبعا خدت 54,000 لايك. الأكاونت الرسمي لنوال الزغبي على تويتر معمول من حوالي 5 سنين وموجود عليه أكثر من 2 مليون فولورز، ودايما نوال الزغبي بتعمل تويت لكل الأخبار اللي بتتكتب عنها وكمان أخبار مواعيد حفلاتها. وبعد عيد ميلادها كتبت نوال تويت على الأكاونت الرسمي بتاعها بتشكر فيه كل جمهورها على المعايدات والتهاني اللي بعتوها لها، وقالت شكرا كتير على المعايدات الحلوة واللي نبع من محبتكم بتشكر اهتمامكم. ومن فترة بعتت نوال رسالة لمحمد رحيم في تويتر كتبتها وقالت فيها الله عليك على أغنية بوسي في مسلسل خانكة، الأغنية دمار وإنت فنان كبير وأصيل. وطبعا محمد رحيم رد على نوال في تويت قال فيها الله عليك وعلى أخلاقك العالية وعلى إحساسك العالي أيتها الراقية فنا وذوقا، ميرسي على ذوقك ورأيك مهم جدا عندنا كلنا. أما القناة الرسمية نوال الزغبي على اليوتيوب فموجود عليها كل أغاني وألبومات نوال الزغبي وكليبات الأغاني الجديدة وكمان القديمة. من أحدث الفيديوهات اللي موجودة على القناة الرسمية لنوال على اليوتيوب أغنية مش مسامحة من الحفلة الخاصة بألبوم نوال. وموجود كمان على قناة نوال الزغبي فيديوهات من كواليس الأغاني والحفلات اللي بتنشرها القناة بشكل حصري ومش بتكون موجودة في أي مكان تاني، زي مثلا لقطة تمرين نوال الزغبي على الرقصة الخاصة بكليبها الجديد يا جدع. وأعلى نسبة مشاهدة على القناة الرسمية حققها كليب نوال الزغبي الجديد يا جدع اللي قدر إنه يوصل لأكثر من 4 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من نشره على اليوتيوب.
لوك غريب لإليشا كيز على ريد كاربت بعد شوية. زي ما تعودنا كل يوم جمعة في عرب وود بنشوف آخر الإيفنتس والمهرجانات علشان نشوف إطلالات الفنانات والسيلابريتيز على ريد كاربت. النهاردة اخترنا لكم حفل توزيع جوائز البات أوردز اللي اتعمل في آلية من يومين من خلال مصمم الأزياء العالمي اللي دايما منورنا في عرب وود سوشا. سوشا وحشتني. ازيك اخبارك؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. النهاردة تالت يوم العيد وانت منورنا في استوديو. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة ومصر والأمة العربية طيبة وعيد عيد سعيد عليكم إن شاء الله. آمين إن شاء الله. سوشا احنا هنتكلم عن حفل توزيع جوائز البات أوردز زي ما قلت لك، وهنبدأ أول حاجة مع جنان. عاوزين ندي فكرة بس على المهرجان، في ناس يمكن ما تعرفش المهرجان. المهرجان هو معمول للبلاك أمريكان المتفوقين في كل المجالات، في الرياضة، في الميوزك، في التمثيل، في كل المجال، بس بيخص بس البلاك بيبل الموجودين في أمريكا. والمهرجان ده ابتدى في 2001 ولقى نجاح كبير جدا، وعشان كده هو استمر كل مرة، كل سنة بنشوفه أقوى. والسنة دي اللي حازت على 4 جوائز مرة واحدة بيانسي، ومن أحسنهم، من أحسن الجوائز فيهم، خدت أحسن كليب في السنة، وكذا مرة خدت أحسن لوك، خدت أحسن ميوزك، خدت أحسن، خدت جوائز، هي كل الجوائز اللي خدتهم 24 جائزة، والمرة دي آخر مرة خدت 4 مرة واحدة. فهم بيدوا للناس المميزين او للناس في كل المجالات، مش بس الفن، رياضه، ثقافه، في كل المجالات، بس مختص بس بالبلاك بيبل. ده للي عاوز يعرف المهرجان. طب نبتدي مع جنال زي ما قلت لك. جنال هو الايفنت بالنهار، وكل الفساتين اللي هنشوفها هنشوف فساتين كوكتيل، في منهم اللي هو مبالغ فيه، عشان نعرف نجادج. بس هو مش حاجات سواري ولا حاجات كوكتيل نشوفها، بس كوكتيل مميزه شويه، كوكتيل على شيك، على ايفنت، مش كاجوال يعني. هنا البدله حلوه جدا، الكات بتاع الجاكيت حلوه جدا. انا افضل شخصيا لو كان البنطلون من تحت ساده، كان ممكن الجاكيت تدي ليها رونق اكتر، بس حتى لو كان البنطلون ريه كله بالطول كان ممكن يعجبني اكتر، بس القطعه بتاعت الريه اللي هي بالورب والبنطلون نازل على واسع من تحت، حسيته انه زحمه شويه. طب نروح كمان لتريس، وعايزه اعرف رايك في الدرس. هنا مثلا اللون، حسوا اللون زحمه، مع انه ما فيش حاجات بتلمع، بس اللون زحمه. هو ليوبار اخضر، حسيته شكل الفستان حلو، الكات بتاعت الفستان اللي على الرقبه، الفستان ماسك لغايه يعني شانيل، الكوب شانيل يعني، مش نوع الفستان بس الكوب دي، بس حسيت ان اللون هو المشكله. معرفش يمكن يكون لو كان من غير كمام يبقى احسن، بس الكمام مع الطول مع الحاجات المشجره في القماش، حسيت انه زحمه يعني. نروح كمان للمطربه أليشيا كيز. بص، أليشيا دايما بستنى هي عامله ايه. بص، هي ما بتعملش، هي اول واحده عملت الكوب القصيره على جنب، ما فيش شعر وكله طويل من تحت. أليشيا كيز تعتبر من احلى السمر اللي في العالم، وتقريبا كانت ميس، خدت ميس مره في تقريبا، خدت ميس هي جمال في السود. هنا عجبني الشكل، الجامب سوت اللي هي لابساه بالكمام الواسع، بالربطه الشعر، حسيت انه عامله ستايل، عامله لوك مختلف لايق على الايفنت، لايق على انه بعد الظهر لابسه حاجه مديه شكل ستار، مديه شكل يونيك. انا حاسسها مش اي حد ممكن يكون جريء او يعمل الربطه دي والابيض والاسود، لابسه حاجه الوان موضه بس لايق على جسمها، ولايق. انا حاسه انه لوك موفقه جدا. نروح كمان على طول جابريال، وعايز اعرف رايك في الدرس بتاعها. هنا بص، انا يعني لا عجبني الكات ولا عجبني لون القماش مع الضفاير وعلى جنب، حسيت انه مش لايق على الايفنت. حسيت انه اوكي، فستان طويل وعامله لوك ان هي ريد كاربت، وعامله لوك ان هي رايحه مهرجان مهم، بس حسيت انه اللون مش موفق، الكات مش موفقه، شعر مش موفق، حسيت انه هنا في حاجه ملخبطه، ومش يعني هي مع لون بشرتها ما ينفعش تكون زحمه القماش دي كلها. نروح كمان لفانتازيا بارينو، عايزه اعرف هنا حسيت انه الموضوع اوفر شويه على الايفنت. هو بالنهار ولابسه حاجه
شفافة جدا وحاجات بتلمع وعلى ذهبي وحاجات بارزة. هو في مجهود انه يبقى في حاجة مميزة وان هي تبقى مختلفة، بس حاسس انه ده مش لايق على الايفنت. انه هو كان بعد الظهر، كان تقريبا ابتدى الساعة 12 الظهر. حسيت انه 12 الظهر انت رايحة كده، حتى لو الايفنت هيتأخر شوية، بس حاسس انه اول يعني طلة ليك قدام الناس والصور، حتى صور باين شمس كتير واضاءه كتير، حسيت انه الفستان مش عارفين ان هم رايحين تايمينج امتى. ما الاختيار هنا، بص لو اختيار ما يكونش موفق بين انسان يعني له خبره في الموضوع ده، دايما ما يكونش اختيار موفق. كواليتي شعر كاروتشي تران، وعايزه اعرف رايك. هنا الفستان عاجبني جدا، سامبل دريس تقريبا دولتشي جابانا، هو ماسك على الجسم، باين الجسم حلو جدا، لايق على الايفنت. لابسه له جزمه جولد لايقه على الذهبي والجولد فاشن قوي السنه دي. اللي انا مش عاجبني هو العقد اللي هو العريض، مقصر المنطقه اللي من فوق. نروح كمان لتيا، وعايزه اعرف ايه في تيا. هنا فستان حاسه بيلمع، وحاسه انه فيه ذهبي مع 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 سيلفر، بس حاسه انه الفستان لايق على الايفنت، يمكن عشان قصير، يمكن عشان لمت شعرها هي كمان حلو، الشوز وقفتها، جسمها، شكل جسمها، حسيت انه الفستان لايق على ايفنت زي ده، وحاسس انه معمول كاوت كوتشر، معمول بدراسه حلوه. عاجبني القماش جاي عكس بعض، فانا حاسس انه ده لايق على الايفنت اكتر من الفستان. وحلو للصبح جدا جدا، والميك اب حلو، ولمت شعرها واللمعه اللي في شعرها، عارفه حطت كله، حطيت هي لمت شعرها قوي مع كل زحمه الفستان، حسيت انه الفستان عرفت تبرز الفستان، يبقاش تو ماتش. نروح كمان لمايا، وعايز اعرف رايك في الدراسه. مايا انا عاجبني اللون جدا، وعاجبني اللون على جسمها، وهي دايما بتحب الالوان اللي هي الفاقعه شويه. حاسس انه البنطلون مع التوب، والتوب ليه ديل طويل من ورا، حتى لو في ديل طويل وتحس انه في قماش كتير ومش عارف ايه، بس حاسس انه لايق على الايفنت، عشان البنطلون اللي هو القصير مع التوب اللي هو برضو ستامك ومن ورا ديل، عملت شكل للريد كاربت، وفي نفس الوقت وعملت كارت لوك ليها حلوه، وفي نفس الوقت لايق على الايفنت. حسيت انه هي لعبتها صح بين انه يبقى حاجه كبيره وواسعه وملفته، وبين انه حاجه سامبل ولايقه على انه تكون بعد الظهر. اخر واحده معانا وهي يارا شهيدي. حاسه انه لون الفستان حلو جدا، لايق على لون عليها هي، ولايق على الايفنت، وحسيتها يانج وفريش، وحسيت انه لايق على النهار مع الشمس، الالوان دي بتدي كده حاجه مريحه للعين ومريحه حتى نفسيا. فانا حاسه انه الفستان سامبل قوي بزياده، بس حلو، الالوان هي اللي خليته يبقى شكله حلو، لمت شعرها اللي على جنب وكيرلي واسع، مديها برضو شكل يانج وستايل وديسنت، وانا حاسه انه اللوك حلوه سامبل ولايقه على الايفنت. سوشا يعني احنا لسه مودعين رمضان من كام يوم، اتفرجت على مسلسلات السنه دي ولا لا؟ في كذا حاجه كانت حلوه جدا. و عايز اسالك بقى، لبس الفنانين في اكتر مسلسل لفت نظرك ايه؟ عندك تعليق على لبس الفنانين السنه دي؟ بس هو عايز اقول انه دايما سوشا كمان هو اللي كان مصمم الازياء كلها المسلسل المغني طبعا محمد منير، عايزينك تكلمنا اكتر يعني. بص في المسلسلات ده احنا دايما بيبقى مربوط بسيناريو، مربوط باحداث، اللبس دايما بيكون مربوط بحاله اللي بتواجهها، او اللي بتكون حوار الموضوع نفسه. بس لو يلفت انتباهنا حاجه الا لما تبقى حاجه بتتكلم على حقبه زمنيه معينه، زي لو شفنا من سنتين تقريبا كان زاد، كان بيحكي على السبعينات، فكان كوستوم كانت رائعه وكانت موفقه جدا وكان شكلها حلو جدا. السنه دي لفت نظري جدا، وكان لبس شكله مميز، وكان لبس عاجبني وحلو، لبس بتاع جراند اوتيل. جراند اوتيل، وحسيت مش عارف ليه، يعني احساسي الشخصي حسيت انه اجتهاد الممثلين في اختيار اللبس باين على الشاشه، يعني انوشكا بطريقه لبسها. اكيد في حد موجود، يعني بص انت لما اشوف في حد موجود، لما اشوف كل اللبس الاقيه لاين واحده، هنا اعرف انه في حد متابع ومتابع حلو. مش معناها انه عمل لبس ما كانش كويس، بالعكس انا بحاول احييه او احييها على اللبس،
وعلى ياسمين مختار هي اللي سامعه. اشكرها واقول لها برافو وكنتي هايله. بس حاسس انه ذوق الممثلين كان باين في وانا بتفرج. يعني انوشكا كانت كلاس لدرجه انه ممكن احط صورتها في فيلم امريكي ما اقدرش اقول دي عربيه. يعني اشمعنى دي بالظبط اللي هي فوق قوي والباقي حسيته اوكي عادي حلو شكله حلو. فحسيت ان اجتهاد الممثل كان باين قوي قوي في المسلسل. وده اكتر حاجه شدتني للمسلسل خلتني اتابع المسلسل هي اللي انت برضو يعني حتتك او جزئيتك. سوشا يعني بجد بسطتنا جدا، وان شاء الله الحلقات الجايه ممكن نتكلم اكتر عن مسلسلات رمضان ان شاء الله. ممكن نعمل حلقه خاصه لده ونجيب صور ونتكلم يعني عليها ممكن على الحلقه الجايه كمان ان شاء الله. ميرسي جدا يا سوشا، كل سنه وانت طيبه. ميرسي ليك وكل سنه وانت طيبه وكل سنه والساده المشاهدين طيبين ومصر والعالم العربي ان شاء الله دايما بخير. امين يا رب. ثانك يو سوشا. ثانك يو. ودلوقتي نروح نكمل حلقتنا في عرب وود، استنونا. في الأيام الأخيرة في شهر رمضان الكريم قابلت كاميرا عرب وود المطربة باسكال مشعلاني، وزميلنا طبعا راغب حلاوي في لبنان كان ليه لقاء معاها وكلمتنا فيه عن أخبارها الفنية وأخبار السنجل الجديد اللي بتجهزه. عم بيكون حلو، يعني رمضان دايما بيجمع في كتير أصحاب ما بنتلاقى فيهم كتير بسبب الشغل، بتلاقى من رمضان لرمضان فيهم. عند أصحابي أكثر من حدا عملنا إفطار إحنا وياهم. ودائما انا بقول رمضان او عيد الميلاد او اي شيء في مناسبه انك تفكر بناس ما بتعرفهم، انك ناس مرضى، ناس بحاجه لابتسامه، ناس بحاجه انك تزورهم او تاخذ لهم اشياء. فهو اللمه الالفه العيله المحبه اللي عملتها كثير حلوه. حدا من الفانز وجه له تحيه كثير هيك اللي هو لهلوب الفانز طلب انه شو رايك بس كان احنا كل واحد يحط شيء هيك رمزي منا ونلمهم. انت شوفي حدا بلبنان انه بتاخذي له هدايا يمكن لاولاده او بتاخذي لهم اي شيء. بالفعل لموا كل واحد منهم 50 دولار حدا 100 دولار حدا واخذتهم اعطيتهم لناس قلت لهم كلمه سعوده عن الناس حبوا يعملوا شيء برمضان. كثير حلو. بشارك بحفلات يعني من اسبوع شاركت كمان بحفله خيريه رمضانيه كمان ريعه لعائلات. يعني هذا هو اذا بدك اكون صريحه تبعت شوي ما كثير لانه بيملوا بغيروا بس انه شوي شوي من يعني ما كثير تبعت شوي ريت تبعت شوي نص يوم تبعت جريمة شغف نادين الراسي تبعت شوي كمان جريمة شغف بس ما تبعتهم بعد على الاخر لانه انتهيت شوي بكون عندي تصويرات كمان حتى اخذ فاكيشن شوي بتعرف رمضان انك كمان بتستغنى انك تروح بس انه لا في اشي حلو في شغل حلو بس بعدني ما لقيت شيء هيك شدني كملته على الاخر. جريمة نزل اغنيه على العيد اجلناه لانه خلص قررنا ما بقى انزل من بعد رجع رح كون بالالبوم على راديو اواخر ايلول. البوم رح يكون كثير حلو بوعدكم لبناني مصري اكيد الاغاني اللي نزلوا السنجلات رح يكونوا بلس تبع اغاني من اغاني جديد بالالبوم. ايهاب توفيق من حام في كثير ما بدي انسى في من مصر رح اسمع اغاني انه في خلينا بوقت يعني بعد في عنا شهرين ثلاثه اربعه لح يعني هلا بالصيف حكون بالمغرب عندي حفلات بشهر 7 بايب حيكون عندي بالجزائر ان الله راد لبنان عندي مهرجان درعون عندي مهرجان بشمال عندي عيد الاضحى كمان عملته بلبنان ان الله راد بمصر وانا بعشق مصر وبحب مصر وانا يعني لو غبت عن مصر سنه او فتره بحس بتضل المحبه موجوده ما معقول ازيك يا جميله بوسبوس يا قمر يعني بس دم خفيف دم خفيف غزل كله وان شاء الله مصر تضل هيك بالسلام لانه هي السياحه مثل لبنان هالبلدين بيضلوا محميين ما يصير فيهم شيء تقطع الصيفيه على لبنان بخير وعلى مصر وعلى كل الدول العربيه على تونس بالذات على عم بحكي الاسماء اللي فيها تخلص الحرب بسوريا ونسمع اخبار حلوه هيك على اخر ان شاء الله يا رب. بعد انتهاء شهر رمضان واللي كان فيه تنافس كبير جدا بين الاعمال الدراميه اللي كانت متنوعه ما بين الاكشن والاجتماعي وكمان الكوميدي قبل الكاميرا عرب وود الناقد الدكتور وليد سيف
اللي اتكلم عن الدراما الرمضانية السنة دي بشكل عام، وكمان اتكلم عن الفنانين وأبطال المسلسلات والإعلانات، وكمان قدم لنا ترتيب للنجوم وأبطال المسلسلات اللي شفناهم السنة دي في الأعمال الدرامية في رمضان. ظواهر ومؤشرات كتيرة الحقيقة في دراما 2016. أول حاجة طبعا ناحية الكم، السنة دي الكم أقل من السنة اللي فاتت أو حتى من السنوات الثلاثة اللي فاتت، هو بفرق كبير. يمكن دي مش بالضرورة يكون شيء سلبي من حيث المستوى الفني، لأنه ممكن يكون العدد أقل بس المستوى أفضل، لكن بالتأكيد هو شيء سلبي على مستوى الصناعة، صناعة الدراما والكوادر اللي بتتدرب والعاملين اللي بيشتغلوا أكيد بتتقلص فرص العمل. أكيد على المدى البعيد ده بيبقى مؤثر على مستوى الأعمال الفنية حتى نفسه. مغامرة الإنتاج ممكن تكون فيها مشاكل لأسباب تتعلق بالأجور زي ما أنت بتقول، أو لأسباب تتعلق كمان بالبيع والشراء والعرض والطلب. الغريب كمان أنه في مسلسلات مثلا أو في نجوم السنة اللي فاتت كانت أعمالهم ناجحة جدا ما كانوش على الخريطة السنة دي، وما كانوش كمان أساسيين، يعني ممكن نزلوا كاحتياطيين. في اشياء مش واضحه الحقيقه، في شيء غريب، في اشياء غريبه في السوق، مش عايز اقول مريبه لكن غريبه لغايه دلوقتي احنا بنعتبرها غريبه مش مفهومه بالنسبه لنا، ملهاش تفسير. عبد الرحيم كمال السنه دي اعتقد ان عبد الرحيم كمال يعتبر النهارده احسن كاتب في جيله في الدراما التلفزيونيه. مريم نعوم مستمره السنه دي بسقوط حر، بالتاكيد مش نفس جاذبيه اعمال اللي قدمتها مريم مع نيلي كريم في السنوات اللي فاتت، رغم ان في مخرج قوي جدا، لكن المشكله بتتعلق بالتعامل مع الدراما باعتبارها وسيلة للتوعية. يعني هنا فكرة التوعية زادت. نيلي كريم أعمالها بقت في السنوات الأخيرة بتتجه نحو السوداوية والأشياء اللي فيها جانب نفسي وسيكولوجي والمتعبة نفسيا للمشاهد. أنا كنت بعتقد أنها السنة دي هتغير، لكن هي ماشية في نفس الاتجاه، ربما يكون ده درس ليها العام القادم تعمل شيء مختلف شوية. أكثر الأعمال الحقيقة يعني تماسكا هو أفراح القبة، وده أولا لأنه بيستند على نص نجيب محفوظ، نص فيه الروح القوية دي وفيه الجو اللي نقدر نقول الحداثي، يعني انك بتشوف دراما ما هياش بتحكي بالشكل التقليدي، بتشوف تدخل في الازمنه، بتشوف شكل مختلف في البناء، بتشوف طريقه للرجوع بالزمن فيها تداعي، اسلوب التداعي. عادل امام واصل لتركيبه يعني هي مريحاه وهو بيعملها بشكل كويس. فكره انه عنده مساحه كبيره جدا من المشاهد التقديم الشخصيه اللي ما بتصبش قوي في قلب الدراما، لكن بتصب جوه حاجه نقدر نسميها سكتش فورم بالتراكم، احنا بنعرف الشخصيه بنعرف ابعادها، تاخد مساحه كبيره جدا يعني ممكن تشغل تلت مساحه الحلقات المسلسل لغايه ما نخش بجد للموضوع. السيطره او الجري وراء الافيه او الضحك هو الاساس، والدراما هي اللي في الخلفيه. ده الحقيقه اسلوب بيتبعه عادل امام، ان الضحك هو اللي بيسوق مش الحدوته هي اللي بتسوق. محمود عبد العزيز السنه دي انا اعتقد انه افضل من السنه اللي فاتت، يعني المسلسل فيه منطقيه اكتر، فيه تماسك اكتر، فيه جاذبيه اكتر، فيه شخصيات متصدقه اكتر، لكن بيفضل شبه، يعني بنفضل دايما في حاله شبه بعضها، ان ده مجرد ما بنفتح بنعرف ان ده مسلسل محمود عبد العزيز. يسرى عامله شخصيه شريره وبعيده خالص عن الشخصيه المثاليه اللي كانت بتقدمها، وده لانها ممثله الحقيقه ودورت على الممثله اللي جواها، واللي دايما بيدور على الممثل بيقدر ان هو كمان يسوق النجم. يعني النجم فكره انه يبقى شكله بيبرق وانه الناس شايفاه جميل ومتالق وعامل ايمج مثالي وحلو قوي وبتاع، يعني ده الحقيقه بيخلي الممثل يخش في منطقه ضيقه جدا، لكن لما يدور على الممثل اللي جواه بيطلع بالنتيجه اللي عملتها يسرى. شكل اداء الحقيقه ليلى علوي مش متسق قوي مع الشخصيه، لان المفروض انها محاميه متقدمه نوعا ما في العمر، اتاخرت في الجواز، اتاخرت في النجاح، يعني المفروض انها تكون اكثر نضجا من كده، لكن هي بتادي بنفس طريقه البنوته الحلوه الصغيره اللي بتنبهر بالاشياء اللي بتتفاجئ، وده الحقيقه مختلف عن طبيعه الشخصيه في رايي، اللي هي ما هياش انبهار بالاشياء قد ما هي انها عندها سنه نقدر نقول يعني مش يعني فيها جانب مش سوي، في شخصيه فيها حته انك ممكن تصدق ان عندها سنه من الجنون، ده ملوش علاقه الحقيقه بالطريقه اللي كانت بتادي بيها ليلى علوي. محتاجه ليلى علوي جدا انها تغير، محتاجه انها تخش في مناطق تمثيل ثانيه، انها ممثله جواها مساحات اكبر، بعكس خالد الصاوي الحقيقه عمل دور عظيم جدا. محمد رمضان انا شايفه السنه دي اعلى، وشايف ان هو ماسك الشخصيه اكتر، وشايف ان هو يعني بيفكر قوي
قوي في الناس. بطل شعبي، الناس بتدور على بطل، الناس بتدور على ايمج، الناس بتدوروا على نموذج، نفسهم يبقوا زيه. الولاد الصغيرين الايجرز حاسين بان هم صغيرين قوي، ضعاف قوي، شافوا واحد شبههم بقى قوي جدا وقدر ان هو ينتقم لاخوه. الحاله دي عامله في الشارع الحقيقه احساس عام بالاعجاب الشديد جدا لممثل، وده بيحصل يعني مع كل فتره زمنيه بيظهر نجم جديد قادر على انه يبقى ايمج يخلي الناس تقلده، يصير حاله شديده جدا من الاعجاب، يعني بتبقى اقرب للفوبيا. وده انا شايف انه رمضان بيعيش ده دلوقتي. يوسف الشريف الحقيقه يعني بيعمل الواضح ان هو كنجم، لانه احنا دايما بنحسب العمل للمخرج، بس الحقيقه انه في نجوم بيبقوا دماغهم مركزه جدا في نوع معين في الاعمال. واضح يوسف الشريف دماغه في الاكشن ودماغه في الافلام، وافلام ومسلسلات الاثاره، وواضح كمان انه زي نجوم كتير اتعاملنا معاهم عندهم فكره الريفرنس، يعني ان يبقى فيه في الفيلم ده سيكونس عاجبه قوي فعايز يعمل زيه، وان في المسلسل ده مجموعه مشاهد يعني بالزاويه بالتقطيعه بالاحساس عايز يعملهم زيه. يوسف مستوعب ده قوي، يعني مستوعب الفكره دي قوي ومستوعب النوع ده قوي، والحقيقه بقدر الامكان بيتعمل كويس. جراند اوتيل الحقيقه المسلسلات المهمه جدا السنه دي اللي شدت العين وشدت عين المشاهد المتذوق كمان، لان احنا دلوقتي بقينا بنتكلم في مصر على نوعين من الجمهور، جمهور شعبي قوي عايز حاجه شبهه قوي، وجمهور عايز حاجه كلاسي، يعني عايز يشوف صوره حلوه، عايز يشوف مونتاج جميل، عايز يشوف مواقف فيها تمثيل. من اكتر الاعمال اللي فيها فن يعني هو جراند اوتيل، اعتقد انه كل العناصر الفنيه فيه متميزه. شريف سلامه في الخروج الحقيقه متميز جدا، خاصه انه ظافر العابدين يعني بيثبت انه ما زال قدامه مشوار طويل على اجاده التمثيل. هو عنده البريزانس حلو وعنده جاذبيه النجم جليمر بتاع الجاذب للجمهور، لكن ما عندوش امكانيات الممثل. شريف سلامه واضح انه بيرسخ، وانه خبراته كممثل اكبر، وانه استعداده وتدريبه وشغله على نفسه، احساسه بالكلمه واحساسه بالجمله واحساسه بالحركه، النيرف عنده، يعني اسلوبه في الاداء، اسلوبه في التعبير، كل الشخصيه تبقى فيها عصب، يعني فيها قوه، ما هياش حاجة يعني رخوة كده. ده بيعمله الحقيقة بشكل كويس قوي. الحقيقة الشخصية ليها أبعاد كتيرة جدا، ليها جوانب كتيرة جدا، كان مطلوب من غادة أنها تبذل مجهود أكبر الحقيقة كممثلة، لأنه احنا شفنا حالة من الثبات الانفعالي في معظم مشاهد الفيلم ومشاهد المسلسل، وده شيء ما كانش مناسب خالص. المسلسل اللي بيتعرض على قنوات كتيرة كل شوية بيظهر قدامك، بعكس المسلسل الحصري ظهوره بيبقى نادر وأحيانا بيبقى مستحيل لو القناة مش عندك. طبعا ده مؤثر جدا على يعني على المشاهده. في نجوم انت الحلقه بتاعتهم بتشوفها مره واثنين في اليوم، وفي نجوم بتقعد اسبوع او اسبوعين لغايه ما تقدر تتصيد مشهد. ده الحقيقه شيء خطير جدا. المطارده الاعلاميه وسط الدراما الحقيقه بتقتلها. انا ما اتفرج على مسلسل مدته نص ساعه في ساعه ونص او ساعتين لربع، ده شيء قاتل محدش يقدر يتحمله. السنه دي اعتقد 2016 انه لولا مسلسل افراح القبه كنا بقينا بنعيش حاله من الضعف الدرامي عموما. كل المسلسلات فيها مشاكل، كل المسلسلات فيها نقاط ضعف، فيها مساحات من الملل. مسلسل افراح القبه هو الاستثناء الوحيد. اعتقد ان احنا في السنوات اللي فاتت كنا بنلاقي عملين او ثلاثه متميزين جدا، السنه دي مفيش غير عمل واحد. احسن ممثل عمرو سعد، يونس ولد فضه. احسن ممثله يسرى فوق مستوى الشبهات. افضل ممثل دور ثاني احمد وفيق. افضل ممثله دور ثاني سوسن بدر افراح القبه. افضل عمل افراح القبه. ياسمين صبري من الوجوه الشابة اللي قدرت إنها تلفت انتباه الجمهور وتحقق نجاح كبير من خلال أدوار مميزة قدمتها في أكتر من عمل درامي، وشفناها طبعاً السنة دي مع محمد رمضان في مسلسل أسطورة، وكمان خلال العيد بتشارك في بطولة فيلم جحيم في الهند مع محمد عادل إمام. طبعاً كاميرا عرب وود قابلت ياسمين صبري وتكلمنا معاها عن أدوارها في الدراما وكمان في السينما. أنا متحمسة له جداً، ده أول حاجة سينما أعملها. الدور بتاع الشخصية اللي بعملها اسمها دينا، هو أكشن على كوميدي في قصة حب كده صغيرة مع البطل اللي هو اسمه آدم اللي هو محمد إمام.
متحمسه له جدا بصراحه. اتمنى ان هو يعني يبقى بدايه موفقه ليا في السينما. اولا دول يعني عندهم موهبة لا تتخيلها أو أكيد تتخيلها، دمهم خفيف جدا، بيحلوا أي فيلم بيكونوا فيه، ما شاء الله عليهم بصراحة. الهند بلد صعبة جدا، قعدنا فيها شهر صورنا الفيلم، جو حر جدا، رطوبة، زحمة، الصوت عالي، الأكل صعب جدا. اللي كان مهون علينا الكرو، يعني الصحبة الحلوة والضحك والحاجات دي اللي كانت فوتت الشهر. يعني هي الهند فيها لوكيشنز حلوة جدا، احنا كنا في الاندستري بتاع البوليوود اللي هي صناعة السينما في الهند اللي هي نمبر 2 في العالم دلوقتي. لا في لوكيشنز رائعة وموجودة في الفيلم، بس هي كبلد صعبة. أنا شخصيا يعني كانت صعبة بالنسبة لي. محمد إمام بصراحة ممثل لطيف جدا، محترم جدا، لا يعني هيز فن. احنا كنا بنروح دانس ستوديوز لكوريوجرافر كان واحد من احسن الكوريوجرافرز اللي هم بيعملوا الرقصه في بوليوود. كنا بنقعد في الدانس ستوديو لغايه الساعه 1 بالليل عشان نجيب الحركات صح. الرقص الهندي سريع جدا واصعب من المصري، يعني الناس فاكره ان احنا بقى مصريين ده احنا شاطرين قوي. لا البوليوود ده صعب قوي، اصل هي مش ظابط يعني بالبدله والمسدس في جيبها، هي يعني اكشن. عارف انا توم بريدر كده، مسدسات بقى واكتف وبتنط وتجري ويعني في الفيلد. انا اصلا بلعب رياضه طول عمري، بلعب كيك بوكسنج من ضمن الحاجات كده. فروحنا انا ومحمد امام قبل الكرو الممثلين يمكن 10 ايام او اسبوع، اتمرنا على الاكشن، المسدسات، الفايتنج، ان انت اصلا ازاي تفايت من غير ما تضرب اللي قدامك يعني، بس يبقى شكله حقيقي. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، اتمنى الفيلم يعجبكم ويضحككم. انتظري كل اخباري على Arab Wood. ياسمين صبري. قدرت مسلسلات كتير خلال شهر رمضان انها تجذب انتباه الجمهور من اول الحلقات. من المسلسلات دي كان مسلسل الميزان اللي قامت ببطولته غاده عادل مع باسل خياط واحمد فهمي وصبري فواز ومحمد فراج. وخلال الايام الاخيره لشهر رمضان اقامت جريده الاهرام ندوه وحفل تكريم استضافت من خلاله صناع وابطال مسلسل الميزان. كاميرا عرب وود حضرت الندوه وكان لينا لقاءات مع النجوم اللي كانوا موجودين هناك. شكرا لكل كاست العمل اللي اشتغل في مسلسل الميزان، بدايه طبعا من المنتج طارق الجنايني، مخرج احمد خالد موسى، باهر دويدار، غاده وباسل وفراج وصبري فواز. يعني الحمد لله يعني من الورق وهو احنا بنقراه في البدايه خالص، احنا كنا شايفين الحمد لله ان احنا مختلفين او بنعمل حاجه مختلفه وان شاء الله ممكن تعمل حاجه كويسه مع الناس. ردود الافعال اللي جات لنا من اول كام حلقه في رمضان وبعد كده لما الناس ابتدت تمشي مع رمضان اكتر وابتدوا يشوفوا الحلقات، اتعلقت بكل كاركتر من الموجودين في المسلسل. الشخصيه اللي انا بعملها شخصيه عمرو امين، هو شخصيه الاعلام، انا بمثل الاعلام عموما يعني. ويمكن حاجه من اللي لمست الناس او قربت لهم قوي فكره ان هو ده الواقع اللي احنا بنعيشه. اتمنى من ربنا انه الشغل يستحسنه الناس. السنه اللي فاتت في علي الروبي فتحت السيطره، والسنه دي نتاجا لما حققه تحت السيطره السنه اللي فاتت. فكان بيتقال لي ها يا فراج انت ايه بقى، يعني فيما معناه انه محضر لنا ايه السنه دي او هتفاجئنا بايه او الكلام الحلو اللي بيتسمع من وقت للتاني. فدي كانت من اهم الحاجات اللي كنت اللي كانت محمساني قوي قبل ما رمضان شهر رمضان يجي والاعمال تتعرض، وفي نفس الوقت مخوفاني جدا لاني عامل ثلاث أدوار بثلاث أشكال مختلفة تماماً. مهما توقعت ما كنتش متوقعة كل اللي حصل ده. أنا الناس دلوقتي كتيرة بيقولوا لي هو أنت محامية فعلاً أصلاً؟ طب أنت دارسة حقوق؟ طب أنت كنت في قانون؟ طب أنت يعني الموضوع الحمد لله ربنا كرمني فيه. بصراحة المرافعات هي أكتر حاجة كمان أنا كنت خايفة منها، وأكتر حاجة كانت تعباني جداً. وطبعاً هم يحكوا لك على الأيام دي، كانت بالنسبة لي أيام، هقول دلوقتي أيام بيضة وجميلة، بس وقتها كنت فعلاً حاسة. دلوقتي هقول مش هقول ألوانها أياميها، دلوقتي بقت بيضة وحتى أنا نفسها أبيض. فكنت طبعاً خايفة جداً، وأنا في البيت كل ما أنا مش حاسة، بس كنت كل ما أقعد أتكلم في البيت مع مجدي ولادي يقول لي هو في أنت ليه متقمصانة الشخصية؟ إحنا أنت بتسألي كتير كده ليه؟ ومش بتصدقي كتير كده ليه؟ وطول الوقت وده إزاي وده حصل؟ لا لا كان الموضوع
يعني خد مني شوية كده، بس كان جميل بصراحة. الحمد لله ان احنا يعني الناس برضو مميزانة، وان احنا عاملين نسبة نجاح الحمد لله، ونسب مشاهدة الحمد لله يعني كويسة بالنسبة لنا جدا، والحمد لله ان يعني كسبنا احترام الناس، ده حاجة كويسة جدا الحمد لله. المسلسل الجاي ان شاء الله هيبقى طارق الجنايني. اليومين دول في مشروع فيلم يعني، بس لسه يعني لسه مش مستقر على الورق، وباذن الله يعني بناخد بس كام يوم اجازه العيد كده ان شاء الله، ونبتدي نخطط للسنه الجديده باذن الله. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من عربود. اشوفكم بكره في نفس الميعاد. ميرسي جدا ليك يا يحيى. شكرا ليك يا دانا، وطبعا بشكر كل الناس اللي تابعونا النهارده، وما تنسوش تتواصلوا معانا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستجرام وتويتر. من هنا لبكره هتوحشونا، باي باي.